احمد، سالتك قبل الفاصل عن اللاعبين اللي ممكن يسترجعوا من نادي الزمالك من العار، او اللاعبين اللي ممكن يعيرهم نادي الزمالك. طيب نبدا باللعيبه المعارين. الزمالك استقر على فيه 2 لعيبه معارين خلاص دول راجعين، وهما الاثنين اللي معارين لسموحه، مروان حمدي وحمدي علاء. الزمالك عايز يدعم خط النص، حمدي علاء قدم موسم طيب مع سموحه، مروان واحد من هدافين الدوري، فالاثنين الزمالك استقر ان هم راجعين. وبالمناسبه فريرا يعني اثنى على ادائه مع سموحه وشايف ان هم قدموا موسم طيب ويستحقوا ان هم يرجعوا هيكونوا موجودين. مبدئيا يا كريم، الزمالك كل اللعيبه المعارضين هيرجعوا التدريبات، يعني هيشاركوا في التدريبات والزمالك قايم، لكن الاثنين دول تحديدا اللي خلاص ايه راجعين. الزمالك عنده 2 مدافعين برضو معارين اللي هم محمود شبانه ومحمد عبد السلام، الاثنين معارين لنادي الاتحاد السكندري. حتى الان الزمالك ما استقرش على ان هل في واحد فيهم هيكمل في الموسم الجديد ولا ممكن يتم استغلالهم في صفقات تبادليه. الاقرب الزمالك هيستغلهم في صفقات تبادليه، لان الزمالك ماضي مع 4 مدافعين في الدوري اصلا. مين هم؟ احمد ايمن منصور وصفقه انتقال حر، مصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش، احمد ياسين البنك الاهلي. حلوين 3 موفين عليه. لا في مدافع رابع بس يعني راح من بالي، بس الزمالك في مخلص مع مدافع رابع يعني. تمام. فطبعا الاثنين المدافعين المعارين الزمالك هيستغلهم في صفقات تبادليه. اسامه فيصل محتمل برضو بنسبه كبيره استغلاله في صفقات تبادليه او بيعه بشكل نهائي لنادي البنك الاهلي، لان الزمالك هيستخدم يعني او من ضمن الانديه اللي هيتعاون معاه هو نادي البنك الاهلي. عنده لعيبه كتير الزمالك داخل فيهم زي ناصر منسي، زي هلال، زي ياسين، فبيتحرك. ده بالنسبه لملف المعارين. مين اللي ممكن يطلع اعاره؟ كنت حضرتك سالت استاذ جلال ان الشباب موضوع مقفول ولا واحد من اداره الكوره ومن فيريرا. مهما كانت العروض، مهما كانت انت كنت انفردت بوصول عرض لنيمار، العرض صح يعني، سيبك من نفي الصديق حازم فتوح، العرض صح، كارتيرون دايركت اتكلم مع نيمار. لكن من يناير مش من الفتره دي الزمالك رافض طبعا ان هو يطلع اللعيبه دول اعارات. في لعيبه ممكن تطلع اعارات او يتم بيعهم بشكل نهائي، بنتكلم ان ممكن اسلام جابر. الزمالك طبعا هيضم 2 أو 3 لعيبه خط نص، فاسلام هتبقى فرصه صعبه مع التجديد المحتمل لرؤى، فبنسبه كبيره اسلام ممكن يطلع. حازم امام لسه موقفه شويه ممكن نقول غامض، عقده انتهى، الزمالك ممكن يعني احتمال يجدد له، احتمال يتم يعني خلاص توجيه الشكر ليه، لكن انا بقول لك الاقرب ان الزمالك هيكرمه ويتم تجديد عقده. ما فيش حتى الان رؤيه عن لعيبه ثانيه تطلع. اوباما، محمود علاء، محمود علاء موضوع السعوديه اتقفل بالنسبه له، عنده عروض داخليه، اللاعب عايز يكمل في الزمالك لكن رامي الكره في ملعب فيريرا وفي ملعب اداره الكوره. عظيم جدا.